بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدي ومتابعي قناة التيسي. اليوم نناقش معكم موضوع مهم بزاف، وهو الموضوع ديال الأصل التجاري أو الساروت. فالعنوان ديال هذه الحلقة، هذا الموضوع متابعينا الكرام ومتابعتنا الكريمات، موضوع مهم وخاصكم تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم والأحباب ديالكم باش تعم الفائدة. وخا تكون شاري ساروت بميتين مليون سنتيم، يقدر يخرجك مول الملك بزيرو درهم. يعني هذا شيء غريب وغريب جدا، لكنه حقيقي، وهذا درس وعبرة لمن يعتبر. يعني وخا تكون شاري ساروت بميتين مليون سنتيم، يقدر يخرجك مول الملك بصفر درهم. كيف ذلك؟ هذا ما سنراه متابعينا الكرام في هذا الفيديو التحسيسي والتوعوي على قناة التيسير. فمتابعينا الكرام، إذا كنت كاري محل تجاري، سواء شريت الساروت من عند مول الملك مباشرة، أو شريت الساروت من عند الطرف الآخر اللي كان كاري الملك ذلك المحل، أو اكتسبتيه بالمدة ديال الممارسة والسمعة ديالك والزبناء وكنتي معروف والقيمة ديال الأصل التجاري. ففي الظروف العادية، إذا كنت باغي تخرج من هذاك الملك، فغادي تبيع الساروت اللي هو الأصل التجاري لشي طرف آخر، أو تبيع الساروت والأصل التجاري لمول الملك إلا بغى يستغلو ويعاود فيه البيع. وإما مول الملك يرفع عليك دعوة قضائية في المحكمة، والمحكمة تحكم ليك بتعويض مقابل ذلك الأصل التجاري على أساس الضريبة اللي كنت تخلص الأربع سنين والخبرة اللي غدار على المحل. لكن أيها المتابع الكريم والمتابعة الكريمة، كاين سبعة الحالات أو سبعة الأخطاء خصك ما تطيحش فيهم باش ما تخرش زيرو درهم. إلا طحتي في هاد سبعة الحالات، فهاد الحالة يقدر يخرجك مول الملك. وخا تكون شاري الساروت ب 200 مليون سنتيم، يخرجك بزيرو درهم. هاد سبعة الحالات اللي خاصك ما تطيحش فيهم، وخاصك تكون عارفهم، اللي هما اللي غادي هما الاهم وهما اللي ضاير عليهم هاد الفيديو التحسيسي. هاد سبعة الحالات مهمين ومهمين بزاف ايها المتابع وايتها المتابعة الكريمة. العنوان اللي كان هو يقدر يخرجك مول الملك وخا تكون شاري الساروت ب 200 مليون، يخرجك بزيرو درهم. فهاد الحالات السبعة هي كالآتي. أول حالة هي إذا ما خلصتيش الكرة لمدة ديال 3 شهور متابعة، وجاك إنذار كتابي من عند مول الملك باش يقول لك أدي الكراء ديالك، وفي هذه الحالة نسيتي ما جاوبتيش على هذا الإنذار أو جاهلتي هذا الإنذار في ظرف 15 يوم، فهنا راكي طحتي وطحت أيها المتابع في خطأ جسيم اللي قد يخليك تخرج بصفر درهم، يعني بدون تعويض. فإذا ما خلصتيش الكرة لمدة 3 شهور وجاك الإنذار، فجاوب مول الملك على ذلك الإنذار، ولكن ما تجاوبوش شفويا، جاوبوا كتابيا، لأن القانون يعترف بالأمور الكتابية بالدلائل والوثائق أيها المتابع وأيتها المتابعة. فجاوبوا، فجاك الإنذار فجاوبوا وخلصوا في هذيك المدة اللي كيسالك 3 شهور. فإذا طحتي في هذا الخطأ وما خلصتيش الكرة لمدة 3 شهور، فهنا قد يخرجك مول الملك كما نقولوا زيرو درهم، وخا تكون شاري الساروت بثمن كبير وكبير جدا. إذا الانذار خاصك تجاوب عليه كتابيا، وما كاينش هاد القضيه ديال حبيا او وديا. فالمحكمه لا تعترف بالشفوي بل تعترف بما هو كتابي. فهذا الامر مهم ومهم بزاف ايها المتابع وايتها المتابعه الكريمه. الحاله الثانيه هي احداث تغيير في المحل. فاذا فتحتي باب او سرجام او بنيتي واحد السده بدون اذن مول الملك، فهنا راك درتي خطا اللي يطيحك في هذاك السؤال الاول. فهنا اي حاجه بغيتي دير تغيير في المحل، فخذ الاذن ديال مول الملك، والاذن ما يكونش اذن شفوي، اذن كتابي. وفي حاله يجيك الانذار بخصوص يعني هذا التغيير، فجاوب على هذاك الانذار
وجاو بانك غادي ترجع المحل الى الحاله ديالو الاولى باش ما تطيحش في هذا الخطا الثاني اللي قلنا لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام. بالنسبه للحاله الثالثه وهي تغيير النشاط التجاري، فمثلا كنت داير حلاق وبدلتيه الجزار، او كنت داير مثلا ميكانيك وقلبتيها مثلا بائع مواد مثلا ديال الدروكري، فهنا يعني خالفتي الشرط اللي كاين في الكونترا، فهنا خاصك يعني جاك انذار كذلك جاوب عليه كتابيا بانك غترجع للنشاط التجاري اللي منصوص عليه في الكونترا. فهذا الامر مهم بزاف متابعينا ومشاهدينا الكرام، ولذلك كنصيحه بالنسبه للكونترا في النشاط التجاري، فما تحددش طبيعه النشاط التجاري، من الاحسن انك تخليها كما نقولوا فاك، تخليها عامه كندير التجاره بلا ما تحدد انك دير البقال او دير مثلا، لان ربما دير بقال وما يخدملكش، فلا درتي كونترا فيها بقال فما يمكنش تغير النشاط التجاري. الرابعه وهي اذا كان المحل آيل للسقوط فممكن انك في هذه الحاله تاخذ تعويض، ولكن خاصك تعلم الململ كتابيا ان المحل مثلا خاصو اصلاح باش تثبت المسؤوليه ديالو، لانه اذا كان المحل آيل للسقوط فممكن ان مول المحل يسترجع المحل ديالو ويخرجك بصفر درهم. فديما الامور تكون كتابيا والاخبار يكون كتابي. بالنسبه للحاله الخامسه وهي لا قدر الله لا طاح المحل، هذه كتكون في حاله الكوارث الكبرى، لا قدر الله الله ينجينا وينجي الجميع، مثلا كان شي زلزال ولا شي حاجه طارئ ولا شي حاجه، فهنا ممكن هذه الحاله كتكون حاله ديال الكوارث الكبرى. بالنسبه للحاله السادسه وهو الكراء من الباطن، يعني الى كريتي المحل ديالك لواحد اخر فهنا ممكن انك تخرج من هذاك المحل بصفر درهم واخا تكون شريتي السعر، لذلك ممنوع انك تكري المحل الاخر، فهذا الامر مهم ومهم بزاف، يعني كتبقى انت كاري المحل ديالك وما تكريش لشي واحد اخر، لان الا كريتي لشي واحد اخر كيتسمى الكراء من الباطن، فهذا امر قد يخرجك من الملك يعني بصفر درهم بدون اي تعويض واخا تكون شريتي الساروت بثمن بايع. بالنسبه للحاله السابعه متابعينا ومشاهدينا الكرام هو ان خاص تكونوا عارفين ان الاصل التجاري هو ما المعنوي، يعني الا غلقتي هذاك المحل اللي كنتي كاريه لمده فاقت سنتين فهنا ممكن ان مول الملك يسترجع المحل ديالو وما يعطيك اي تعويض على الساروت اللي شريتي، يعني لان الاصل التجاري هو مال معنوي، يعني مال معنوي بمعنى ذلك هو انك هو الزبناء والقيمه والسمعه ديال المحل، يعني خاصك ما تسدش المحل التجاري، كاين اللي كيقول لك اودي نسدو ونخلص كرا، فرغم ذلك غير خاصك يكون ديما المحل التجاري يكون خدام باغلاق لمده فقط تفوت سنتين، فهنا كطيح في الحاله انك ممكن يخرجك مول الملك ويدي لك يعني بصفر درهم واخا تكون شاري الساروت بثمن باهظ. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتمنوا ان هذا الفيديو يكون فيه افاده وتكون فيه معلومات مهمه فاتكم، لان لا احد يعذر لجهله القانون، فالقانون لا يحمي المغفلين كما يقال، هذه العباره راه عباره وازنه ووازنه، فالانسان يكون ملم ومطلع على كل هذه الحيثيات القانونيه وهذه الامور باش ما يطيحش، لان لا سبع حالات لا طحتي فيهم في هذه الحالات فيقد يخرجك مول الملك واخا تكون شاري ساروت عنده بثمن جد باهظ، فلذلك يجب دائما توخي هذه الثقافات القانونيه وتكون على علم ايها المتابع والمشاهد الكريم. فقناة التيسير دائما هي قناة العقار، قناة الإفادة وليست بقناة التفاهة، بل قناة المعلومة الصحيحة والتحسيس والتوعية ونشر الثقافة القانونية. شكرا على المشاهدة والمتابعة لهذا الفيديو، ونشكركم جزيلا على تتبعكم ومشاهدتكم واشتراككم في قناة التيسير. إلى هنا ننهي هذا الفيديو ونقول لكم نضرب لكم موعدا قادما بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.